أصدر تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بيانا دعا فيه التربويين والمعلمين إلى الوقوف بقوة لمواجهة ما وصفه بمشروع تحريف قيم الأمة وثوابتها في مناهج التعليم، كما دعا أولياء الأمور للاطلاع بدورهم في الدفاع عن تعليم أبنائهم ومستقبلهم، باعتبار أن العملية التعليمية ليست حكرا على الجانب الحكومي، وإنما هي تعبير دقيق عن ثقافة الشعب وقيمه بحسب البيان. كما طلب البيان الحكومة الانتقالية بضرورة إقالة مسؤولين رفيعين بوزارة التربية والتعليم، وصفهما بأنهما خطر على العملية التعليمية. وقال رئيس التيار محمد عبد الكريم في مؤتمر صحفي إنهم مع إقامة مؤتمر دستوري تلتقي فيه كل القوى السياسية الحية في السودان لتبحث عن مخرج آمن للبلاد، وأن الحل في الكل الذي يشارك في صناعة المستقبل الذي تتحقق فيه العدالة التي نادى بها كل أبناء الشعب السوداني. لا نتحدث عن حكومة معينة ولا عن وجهة معينة، قد ربما نتحدث عن خارطة الطريق ومحددات وموجهات عامة، إنه يكون في مؤتمر جامع لكل المكونات السياسية في أنها تضع خارطة الطريق بالنسبة للفترة الانتقالية، وبعد ذلك أيضا نفس المؤتمر الدستوري هو الذي يحدد ما يتعلق بقانون الانتخابات، لأنه ده أخطر قضية في الفترة الانتقالية مع العبث، خوف من العبث بالقضايا التشريعية اللي هو التدخل في القانون الانتخابات وتفصيل هذا القانون على مقاس معين،